الناس أشجار والمواقف رياح، فمن الأشجار من تمر بها الريح فتعريها، ومن الأشجار ما تمر بها الريح فتجدها دائمة الخضرة. فلا تحكم على إنسان من خلال كلامه، لأن الناس مثاليون حين يتحدثون. خذ الحقيقة من أفواه المواقف، فمهما امتد عمر المودة فلن تستطيع تقييمها إن لم تعبر ظروفا حرجة معهم. وحدها المواقف الصعبة هي التي تكشف معادن الناس، والمواقف تكشف من معك بكل الظروف وليس على حسب الظروف. لذا بين حين وآخر أعد ترتيب من حولك ليس حسب حروف الهجاء، ولكن حسب ظروف الوفاء.